اهلا بكم اعزائنا المشاهدين. ان شاء الله في الفيديو ده هنقدم موبايل مميز جدا من شركة شاومي، هو الشاومي ريدمي نوت 13 برو 5G. في الفيديو ده هتعرف كل حاجة عن الموبايل، هتعرف مواصفاته، هتعرف عيوبه، هتعرف سعره، هتعرف كل حاجة عنه. مش هتخرج من الفيديو ده الا وانت عارف كل كبيرة وصغيرة عن الموبايل. متنسناش من اللايك الجميل بتاعكم. يلا بينا نبدأ نقول بسم الله. اول حاجة هنتكلم عندي هنا على التصميم. تصميم الموبايل جاي كله من البلاستيك، سواء الظهر او الفريم. الموبايل مقاوم للمية والغبار بشهادة IP54، بس هي مش مقاومة كاملة، مجرد مقاومة لرذاذ المية بس. وزن الموبايل عندي هنا هي 87 جرام. تصميم كتصميم تصميم شيك ومفيش اي كلام عليه. اما لو هنتكلم عندي هنا عن الشاشة، فالشاشة من نوع اموليد. حجم الشاشة دي 6.67 بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، والدقة بتاع الشاشة دي 2712 × 1220 بكسل، وكثافة بكسلات 446 بكسل لكل بوصة. وأقصى درجة سطوع للشاشة دي هو 1800 شمعة، وعليها طبقة حماية من نوع كورنين جوريلا جلاس فيكتوس. الشاشة كشاشة هنا شاشة مميزة جدا ومفيش أي تعليق عليها. أما لو هنتكلم على المعالج عندي هنا، فهو من شركة كوالكوم، هو السناب دراجون الـ7S Gen 2. المعالج ده معالج ثماني النواة، دقة التصنيع بتاعته 4 نانومتر، والمعالج الرسومي اللي موجود فيه هو الأدرينو 710. المعالج ده معالج قوي جدا وهيسد معاك سواء في الاستخدام اليومي أو في الألعاب. أما السوفت وير هنا اللي في الموبايل فهو أندرويد 13 مع واجهة شاومي الميو أي 14. أما لو هنتكلم عندي هنا على الكاميرات، فالكاميرا السيلفي هي كاميرا واحدة بس 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة f2.4، وبتدعم الـ HDR والبانوراما، وتصور معاك فيديوهات لحد 1080. أما لو هنتكلم على الكاميرات الخلفية فهما 3 كاميرات. الأساسية عندي 200 ميجا بكسل فتحة عدسة f1.7، فيها مثبت بصري، والتانية 8 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.2، ودي بتاعة الألترا وايد أو التصوير الواسع، والتالتة 2 ميجا بكسل فتحة عدسة f2.4، ودي بتاعة الماكرو أو تصوير الأشياء الصغيرة. كاميرات عندي هنا بتدعم HDR والبانوراما، وبتصور معاك فيديوهات لحد 4K. كاميرات عندي هنا تديك أداء كويس وما تقلقش منها. أما لو هنتكلم عندي هنا على البطارية، هي 5100 ملي أمبير، وبتدعم الشحن السريع 67 واط، وتقدر تشحنها من 0% لـ100% في 44 دقيقة بس. الموبايل عندي هنا زي ما قلنا بيدعم شبكات الـ5G، وهتلاقي فيه منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات، وللأسف للناس اللي بتحب الراديو مفهوش راديو FM. إصدار الواي فاي اللي موجود فيه واي فاي 5، والبلوتوث 5.2. الموبايل فيه NFC، فيه IR اللي هو تقدر تشغل الموبايل كريمود للأجهزة الكهربائية. معظم المستشعرات هتلاقيها موجودة عندك هنا، وبرضو عندي بصمة تحت الشاشة في فيس أنلوك. الموبايل نازل عندي هنا بأكتر من إصدار، اللي هو أول إصدار عندي اللي هو 128 جيجا مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجا رام، وفي إصدار تاني اللي هو 256 جيجا مساحة تخزين داخلية مع 8 جيجا رام، وفي إصدار تالت اللي هو 256 مساحة تخزين داخلية مع 12 جيجا رام، والإصدار الرابع اللي هو 512 مساحة تخزين داخلية مع 12 جيجا رام، وفي تاني نسخة تانية اللي هي 512 مساحة تخزين داخلية مع 16 جيجا رام. وهنا للأسف مفهوش مكان لتركيب كارت ميموري. تلاقي في الموبايل في سماعات ستيريو. الموبايل نازل عندي بـ4 ألوان، هو الأزرق والأسود والأبيض والبنفسجي. طيب سعر الموبايل ده كام؟ سعر الموبايل ده بالنسخة الـ 256 جيجا مع 8 جيجا رام هو $435، أو ما يقابل الرقم ده في عملة بلدك. لو حبيت تشتري الموبايل ده هتلاقي في العلبة، هتلاقي الموبايل والشاحن اللي هو 67 واط، وسلك الـ USB من نوع تايب سي، وجراب للحماية، ودبوس لإخراج الشرايح. طب إيه هي عيوب الموبايل ده؟ هنقول كل العيوب اللي إحنا شايفينها. الكاميرا الأمامية ما بتصورش 4K، مفهوش مقاومة كاملة للمية والغبار، هي مجرد لرذاذ المايه بس. مفيش مكان لتركيب كارت ميموري للناس اللي بتحب المساحه الكبيره. اما لو هنتكلم عن المميزات عندي هنا، فهتلاقي معالج قوي جدا هيسد معاك، هو السناب دراجون 7S Gen 2، وهيسد معاك سواء في الالعاب او في الاستخدام اليومي. عندك شاشه مميزه جدا وكبيره، عندك كاميرات مميزه وبالذات الكاميرا اللي هي ال 200 ميجا بكسل، عندك بطاريه كويسه جدا اللي هي ال 5100 ملي امبير، وهتشحن معاك من 0% لـ100% في 44 دقيقه بس. عندك في بصمه تحت الشاشه، في فيس انلوك، في سماعات ستيريو، في NFC، في IR. كده قلنا لكم كل حاجه عن الموبايل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم فيديو جديد، وسلام عليكم.